الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة، حج والشهادتين. بني الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة، حج والشهادتين. شهادة الله إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحاج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، لا أعبد في الكون إلا الله، ورسولي للبشر هدى. بني الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة، حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحاج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، لا أعبد في الكون إلا الله، ورسولي للبشر هدى. بني الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة، حج والشهادتين.